رمضان فرصة للشفاء، لتغيير بعض العادات الغذائية والروتينية للحفاظ على صحتنا بشكل أفضل. رمضان فرصة للشفاء، برنامج يأتيكم طيلة شهر رمضان، يقدم نصائح وإرشادات صحية وتغذوية أخصائية التغذية آية الفار عبر أجيال. نصائح اليوم موجهة للأشخاص اللي عندهم سكري أثناء شهر رمضان. من الضروري استشارة الطبيب قبل بدء الصيام وخلال شهر رمضان لنناقش الحالة الصحية، لأنه ممكن يكون الصيام غير مناسب لبعض الحالات، وممكن تختلف استجابة الجسم من شخص لآخر، فبيحتاج لتعديل أنواع أو جرعات أو مواعيد الأدوية خلال الشهر الفضيل. وما ننسى فحص سكر الدم أكثر من مرة خلال اليوم ومراقبة أعراض ومؤشرات انخفاض أو ارتفاع سكر الدم. أما بالنسبة للنصائح المتعلقة بالغذاء، فمن المهم تناول وجبتين أو ثلاث وجبات صغيرة موزعة بعد الإفطار بدل ما نعتمد على وجبة واحدة كبيرة، لنمنع ارتفاع سكر الدم بشكل سريع ومفاجئ. بالإضافة لنركز على تناول واختيار الأطعمة اللي مؤشرها الجلايسيمي منخفض، زي الحبوب الكاملة، البقوليات والخضار، لضمان ارتفاع سكر الدم بشكل تدريجي وبطيء. ونقلل من تناول الحلويات، الأطعمة العالية بالنشويات البسيطة أو السكريات المضافة. وكمان مهم نتجنب المشروبات الرمضانية والعصائر بكافة أنواعها حتى الطبيعية، ونركز على شرب كميات كافية من المي والسوائل غير المحلى بين الإفطار والسحور لضمان ترطيب الجسم وتجنب الجفاف بدون رفع مستويات سكر الدم. أنا أخصائية التغذية آية الفار، وبتقدروا تسمعوا حلقات البرنامج السابقة على البودكاست عبر موقع arn.ps لتسمعوا باقي النصائح المتعلقة بمرض السكري وغيره من الحالات الطبية. رمضان فرصة للشفاء، لتغيير بعض العادات الغذائية والروتينية للحفاظ على صحتنا بشكل أفضل. رمضان فرصة للشفاء، برنامج يأتيكم طيلة شهر رمضان، يقدم نصائح وإرشادات صحية وتغذوية أخصائية التغذية آية الفار عبر أجيال.